السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا راح نتحدث اليوم كيف نستطيع أن نقفل المكالمات الواردة بحيث لا أحد يستطيع أن يرى الرقم الذي يتصل بك. الرقم طبعا نستطيع أيضا أن نخفي الاسم. في البداية يجب أن ننزل هذا التطبيق من متجر جوجل بلاي. طبعا من هذا الخيار نفعل التطبيق حتى يعمل. الخيار هذا يفصل المكالمة بعد 3 رنات. طبعا هنا لا يعمل في حال أنه موصل سماعة الرأس. سأجرب الآن أمامكم، والخيار هذا لإظهار النوتيفيكيشن هذا حتى تظهر. كما تلاحظون الآن لا يظهر الرقم. طبعا في الإضافة إلى ذلك هنالك خيارات أخرى بالنسبة للقفل. تستطيع أن تختار قفل باترن بهذا الشكل بدل من القفل العادي اللي هو البن. طبعا بالإضافة إلى ذلك هنا إذا أردنا أن لا نظهر الاسم كما تلاحظون الآن، سأجرب الاتصال، لن يظهر لدينا الاسم، فقط مكالمة واردة. كما تلاحظون لا يظهر الاسم، وصار عندنا الخيار القفل كما رأيتم. طبعا من هنا تختار انت كيف تفتح الشاشة، تضع اي قفل تريده. رجعنا القفل كما كان. طبعا هنا ايضا هذا الخيار هذا مثلا تحدد الاسماء التي تريد ان تقفلها، كل المكالمات اول خيار، واذا اردت فقط كل الأسماء المسجلة في سجل الهاتف تختار هذا الخيار. إذا أردت الأرقام الغير مسجلة عندك تختار هذا الخيار. إذا أردت أسماء محددة تختار هذا الخيار. طبعا هذا كل شيء بالنسبة للشرح، وأهلا وسهلا.